السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن وخارج الوطن، أهلا وسهلا بكم جميعا. هذا موسم الحصاد أو فصل الحصاد لدي أبناء. السلام عليكم. هنايا في هذه البلاصه كما تشوفوا مع احبابنا في المكان، ولو احبابنا جالب المغرب اصحاب المدن الكبرى في المملكه، اهلا وسهلا بجميع المشاهدين. ما تنسوا تشاركوا معنا، عندنا قوة المشاهدين وما تشاركوش مع قناة زيتون المرجان، لأن الحقيقة والتحريفية شي حاجة زينة تنجيبوها الجالية المغربية وصحاب المدن الكبرى في المملكة. حبابنا في المكان، أهلا وسهلا بكم جميعا. هذا ما بعيد في قيسر شي 4 كيلومتر أو 5 ما كاملاش تقريبا. حد الحصاد هذا كي تجي في قيسر وسط الخيرات، قلت له بريال حبابنا اللي في الجالية المغربية والمدن الكبرى اللي في المملكة المغربية. فصل الحصاد أو كيفاش بغيتي تسميه، السيدات والسادة، حبابنا عيالات ورجال، بنات ولاد، نحييهم قناة زيتون المرجان. شاركوا معنا في قناة زيتون المرجان، مازال غنشوفو اش مدوار قريب لي هادي وباش شحال تحصد ان شاء الله، باش غادي حيت دابا راه بعيدة من الماكينة باش مديرش صداع، او كيفاش بغيتي تسمي. ولاد هواري شحال باش بعيدة كيسر تقريبا؟ 4 كيلومتر باش بعيدة، قلت لي هاد ولاد الهواري بعيدة كيسر بشي 4 كيلومتر، انا حطيت شي 4 كيلومتر ولا 5. 4 كيلومتر ما يزيد عليها 4 كيلومتر. الله يرحم والديك. انت تعرف هاد الدوار اسمه ولا الحوال؟ الله يحفظك، شكرا لك. الجماعات ولا الصغير هنايا الدوار ولا الهواري على حساب قيسر، على حساب ولاد سم داود. يلا تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في مكان. الله يسلك لك، سامحنا على السؤال اللي سولناك. هذا شعير بلدي، هذا شعير بلدي هنايا كما نشوفو، تيقولو تكا او ناس. حبابنا نحيي كل مشاهد من مشاهدين قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. حبابنا اهلا بكم جميعا. تنجيبوا لكم بحال ما الخيرات وهادشي كما احبابنا اللي في الجالية المغربية والناس اللي كما قلنا في المدن الكبرى في المملكة. هذا فصل الحصاد او موسم الحصاد او اللي بغى كما بغيتي تحسبها احسبها يا صديقي يا مشاهد قناة زيتون المرجان. ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة ابوني وجيم باش نزيدو لقدام ان شاء الله بحول الله وقواته، باش نجيبو لكم
احسن و لي ترضيكم، حنا تنقلبوا على لي ترضيكم، ما نكذبوش على الله تعالى، غيروا هذاك الشيء اللي يرضيكم وشي حاجه اللي تعجبكم، باش نقرب شي الماكينه نحاول نركب فيها باش تدير لك الاشعاج ولا الصداع ولا الباراسيت ولا هادي تنستعين منها باش نوريو حبابنا. هادي كما قال ياسين شي 4 كيلومتر باش بعيد جمعة قيسر من هنايا. كما تشوفوا معنا اي مشاهد، هذوك خيشات تتحطوا تماك، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا كبير صغير، نحيو اي مشاهد، احبابنا اللي كتبوا لنا الكومنتات، احبابنا اللي يشاركوا معنا، الاحباب تاعنا اللي يديروا لنا عجيب، احبابنا كوتور اسماء كوتور، شكرا لهم احبابنا في المكان في العالم، واش في المانيا فرنسا ايطاليا اي دولة في العالم، كندا امريكا، الحمد لله ولله الحمد، كانوا عندنا اصدقاء واخدين عندنا الثقة، وكيفاش تيشوفوا كيفاش تنجيبوا لهم هذاك الشيء اللي حقيقي ومعقول. كما تشوفوا معنا احبابنا شاركوا معنا في قناة زيتوني مرجح، شاركوا معنا في قناة زيتوني مرجح، كما قلنا تاعت الحريفية وتاعت الأسواق الأسبوعية بالمملكة وتاعت الخيرات اللي تتشوفوا معنا، تبغوا نجيب لكم أكثر، راه في المشاهدين باش كاينين، حنا كل ما كانوش عندنا مشاهدين راه ما غنكونوش هنا، راه في المشاهدين باش كاينين حنا، حبابنا وصحابنا وشحال من صديق تاعنا كبير هو اللي خلانا تيديرنا باش نطبقوا لكم في هاد الخيرات تاع المملكة اللي تتشوفوا فيها، وهاد الرزق اللي تتشوفوا فيه في السوق الأسبوعية ولا أي بلاصة. راه الحباب تاعنا ما سخيناش فيهم كوتور، ماشي يقولوا كوتور اللي شاركوا معنا واللي شافونا، الحمد لله اي مشاهد، حنا تنفرحوا فاش تشوفوا مشاهدين عندنا تيتبونوا معنا وتيديروا لنا جيم وابوني، راه تنفرحوا حتى حنايا وتنقولوا حبابنا تبغاونا نجيبوا لهم احسن، ما تنجيبش لك الصورة يا عزيزي المشاهد، ما تنجيبو لك أحسن مكان، نجيبو لك أحسن مكان، كما تتشوف معايا المشاهدين قناة زيتوني المشاهد، you
دابا تنشوفوا معنا الشمس قويه. الشمس حاره. فعلا نزل عندنا هاد السيد باش غتسولوه على تفيله شحال يحصل في هاد الراشد هنايا كيما تنشوفو معنا احبابنا. السلام عليكم. شحال تنحسبو؟ فين هنا في هاد الناس بقاو توقفوا وغادي يقولوا لنا تفيله بشحال تيحصلو؟ شحال تتحسبو صاحبنا؟ 6000 7000 باش قال لنا هاد الرجل شيفور الماكينه. وهادو احبابته هنا تلاقينا معاهم هنايا في طريق جامعة كيسر شي 4 كيلومتر باش قلنا لكيسر. تحياتي لكم وتحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان. يلا تبارك الله عليكم، صورتكم مع الماكينة بحال هكا، يا ربي سهل عليكم.